ترحب معنا من مدينة فوش دو غواشو جنوبي البرازيل بالصحفي المختص بشؤون أمريكا اللاتينية علي فرحات. أهلا وسهلا بك سيد علي. إذا هي رحلة مختلفة تماما عن الهجرة عبر المتوسط، تكاد تكون خيالية عندما يقرر أحدهم العبور من أفريقيا إلى الولايات المتحدة عبر أمريكا اللاتينية. هنا نتحدث برا أو بحرا، لا نتحدث على يعني السفر العادي. هل هذه القصص تبدو قصص فردية أم أننا نتحدث عن هجرة متخيلة بشكل محكم ومنظمة وتقف خلفها جهات وشبكات بعينها؟ نعم، مساء الخير. يعني للأسف هذه الهجرة هي ليست هجرة فردية، وكما وضع أنها رحلة أسطورية. نحن نتحدث يعني الآن كما بين التقرير أن المهاجرون تعبوا من أجل الوصول إلى كولومبيا، ولكن ما بعد كولومبيا هناك بنما، هناك كوستاريكا، هناك اندوراس، هناك غواتيمالا، ومن ثم الانتقال إلى المكسيك، ونحن نعرف أيضا المعاناة التي سيجدونها في المكسيك. في الحقيقة هناك مئات الآلاف من المهاجرين من دول أمريكا اللاتينية، من أفريقيا، وأيضا من الدول العربية. الدول العربية الأرقام فيها محدودة جدا، لأن هذه الرحلة هي رحلة صعبة جدا ومعقدة جدا وخطيرة في نفس الوقت. نحن نتحدث عن مئات الضحايا الذين يسقطون في البحر، أو الذين يقتلون في الغابات، أو الذين تسطو عليهم مافيا المخدرات واللصوص وما إلى ذلك. وبذلك فإن الشعوب الأكثر فقرا والأكثر حاجة إلى الهجرة هي من تدفع بنفسها وأولادها من أجل الخوض في هذه المغامرة. يعني كما تقول العديد من المخاطر تعترض مسار هؤلاء المهاجرين للأسف، والبرازيل إحدى المحطات الرئيسية يعني في هذه الرحلة، في هذه المغامرة. هل يستحق الأمر كل هذا العناء، كل هذه المشقة؟ يعني نعم، أنا تحدثت مع بعض المهاجرين، يعني هم يعيشون حالة فقر شديد. الدول أمريكا اللاتينية فتحت باب الهجرة إلى العديد من الدول، خصوصا الدول العربية، سوريا وغير سوريا. لكن المشكلة أن الدول اللاتينية يعني لا تملك مقومات دعم المهاجرين ولا يعني تحقيق أحلامهم، وبالتالي تصبح هذه الدول كمنطقة ترانزيت من أجل الدخول إلى الحلم الأمريكي. وبالتالي فإن الكثير يعني من الذين يصلون إلى الولايات المتحدة الأمريكية ويتواصلون مع أقربائهم ومع غيرهم يتحدثون عن الاستقرار الاقتصادي وعن المحبوحة الاقتصادية، وهم بأمس الحاجة إلى هذا الأمر. لذلك أعتقد أن يعني الدخول في هذه المغامرة يعني هو نتيجة هذه الحاجة المدقعة، ونتيجة غياب أيضا المقومات الأساسية داخل الدول اللاتينية، خصوصا البرازيل التي فتحت باب الهجرة واستقبلت حوالي مثلا 15,000 لاجئ سوري، ولكن اللاجئون السوريون تركوا لمصيرهم هنا. يعني أمنت لهم الحكومة للأمانة بعض الدورات التدريبية وبعض المساعدات الطفيفة، لكنها لم تعطيهم المعونات اللازمة. وأيضا هي بلاد تعاني من المسائل الصحية لشعبها، فكيف يمكن أن تؤدي هذا الأمر للمهاجرين؟ يعني وعطفا على كلامك، كما استمعنا في التقرير السوداني أحمد يقول ستكتمل سعادتي عند وصولي إلى الولايات المتحدة، والآن حققت 70% من المسافة المطلوبة. طب ما هي الأفاق التي يمكن أن تفتح أمام أحمد عندما يصل إلى يعني المقصد النهائي؟ هل بيعت له الأحلام برأيك؟ هل من أفاق فعلية يمكن أن تفتح أمامه فيما بعد؟ يعني هناك مافيات تتحكم بأحلام المهاجرين للأسف الشديد، وتسهل لهم هذه العملية طبعا نظريا، وعندما تبدأ الرحلة يكونوا قد وقعوا تحت الأمر الواقع. لكن يعني هناك الآن توقعات بأن الهجرة ستكون أكثر سهولة إلى الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة القرارات الجديدة التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. وبالتالي فإن الأرقام التي نتحدث عنها الآن، وهي يعني عشرات الآلاف شهريا من ينتقل إلى الحدود أو من يحاول الانتقال، قد تشهد في الأشهر القادمة أرقاما مضاعفة، لأن هناك أحلاما كبيرة وطمعا في أن القوانين الأمريكية الجديدة، وخصوصا موضوع لم الشمل، يعني هذا أمر مهم جدا. هناك الكثير من العائلات، خصوصا العائلات اللاتينية، قد لا يكون الأفارقة يعني يعيشون هذه الأزمة، لكن العائلات اللاتينية لديها أولاد ولديها أقارب في الداخل. وبالتالي أعتقد أن
الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية سيكون حلما كبيرا بالنسبة إلى الكثيرين، ولكن حسب ما أرى أن هناك الكثير من التبسيط في عملية شرح الوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. نحن نتحدث عن آلاف الكيلومترات، ولم نتحدث بعد عن المنطقة الحدودية بالفعل. التي يعني تتوقف فيها المهاجرون، يعني أكثر من 70% يردون إلى ابقى الدول معي لو التي سمحت شاركت. علي، سأعود إليك. الآن نتحول إلى رانيا دريدي، تطلعنا على مزيد من المعلومات عن الهجرة غير النظامية إلى الولايات المتحدة، ثم نتابع هذا النقاش. تضيق أوروبا بالمهاجرين وتوصد أبوابها أمام القادمين من الجنوب، فيضطر الراغبون في الهجرة من إفريقيا إلى التفكير فيما هو أبعد. التقارير تشير إلى ارتفاع أعداد الأفارقة والعرب الذين يعبرون المحيط الأطلسي في محاولة للوصول إلى الولايات المتحدة أو كندا عبر أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى، وهي رحلة طويلة ومكلفة وخطرة تديرها شبكات تهريب عالمية تتخذ من أمريكا اللاتينية مقرا لها، وتعتبر موريتانيا أحد المعابر إليها. تحقيق دولي نشر على موقع مختص بنشر تحقيقات حول عصابات الجريمة المنظمة وشبكات التهريب المعروف اختصارا ب OCCRP كشف عن تفاصيل وخبايا واحدة من أكبر شبكات تهريب البشر على مستوى العالم. يشير التقرير إلى أن هذه الشبكات تتخذ من أمريكا اللاتينية مقرا لاستقبال الراغبين بالدخول بطريقة غير قانونية إلى الولايات المتحدة أو كندا. وبحسب التحقيق فإن مسؤولين وقادة في الشرطة وفي سفارات عدة دول متورطون بشكل مباشر في عمليات تهريب البشر. التحقيق كشف أيضا أن موريتانيا واحدة من الدول التي يتكرر انتقال المهاجرين منها إلى الولايات المتحدة وكندا عبر دول أمريكا الجنوبية. ومنذ عام 2017 أظهرت بيانات المنافذ الحدودية في دول اللاتينية أن نحو 740 موريتانيا وصلوا إلى عدة دول قبيل توجههم تهريبا إلى الولايات المتحدة. وعلى الرغم من قبض سلطات المكسيك والولايات المتحدة وكوستاريكا على مجموعات من المهاجرين الأفارقة والعرب خلال السنوات الماضية، إلا أن تجارة تهريب البشر لا تزال في أوج ازدهارها، وتدر هذه التجارة في هذه البقعة من العالم ما يصل إلى نحو 350 مليون دولار سنويا. عمليات التهريب هذه لا تخلو من حوادث مروعة، ففي المكسيك على سبيل المثال اختطفت عصابات مجموعة من المهاجرين وقامت باغتصاب النساء منهم، كما غرق 21 شخصا في عام 2019 بينهم 10 أطفال على ساحل البحر الكاريبي بكولومبيا خلال محاولتهم الوصول إلى بنما. أعود إلى علي فرحات المتخصص في شؤون أمريكا اللاتينية. سيد علي، هناك مهربون وتجار مخدرات يشكلون كما استمعنا للتو شبكات تهريب على المستوى العالمي. أريد أن أتوقف معك عند الجرائم التي ترتكب بحق هؤلاء المهاجرين، وهل هناك مسارات أخطر من غيرها؟ نعم، هناك عدة مسارات يستخدمها المهربون. يعني حسب ما يمكن للمهاجر أن يدفع المال، يمكنه أن يسهل بين قوسين طريقه، لكن أنت تتحدثين عن مجموعات من اللصوص. يمكن إذا يعني هناك عوائل قد تركت في الغابات لأنها لا تمتلك المال الكافي، وهناك أيضا يعني بعض الفتيات الحسنوات الذين اختارهن بعض رجال المافيا واختطفهن، وهناك حالات عديدة سجلت في أمريكا اللاتينية في هذا الأمر. لكن يعني هناك فصل ما بين أمرين: من يملك المال يستطيع في بعض الأحيان أن تسهل أموره عبر الدخول في مناطق سهلة، لكن هناك أناس يعني لديهم القليل من المال ينتقلون في بعض الأحيان عبر المراكب في الكاريبي، وهناك 300 ضحية سقطوا عام 2019 نتيجة غرق أحد المراكب. أيضا هناك أناس ينتقلون إلى جزر البهامس، وينتقلون أيضا عبر المعابر المائية إلى فلوريدا، وأيضا هناك خطر شديد في هذا الانتقال. وأيضا هناك من يذهب إلى كندا ويحاول العبور سيرا على الأقدام وغيرها. إذن الأمور تتعلق بحجم الكلفة المادية، لكن مهما كانت الكلفة المادية فإن الخطر وارد
حيث أن المهاجرين يسلمون رقابهم وعوائلهم وأموالهم إلى مجموعة من اللصوص والخارجين عن نعم، القانون، وضحت وبالتالي هذه ليس الفكرة هناك أي ضمانات. بالفعل، يعني المخاطر على كافة الجبهات. سيد علي، باختصار لو سمحت، الولايات المتحدة والمكسيك دعتا دول أمريكا اللاتينية لاتخاذ وفعل ما يجب فعله للحد من هذه الهجرة باتجاه الولايات المتحدة وكندا. أي نوع من الضغوط تمارس مثلا؟ هل هناك تنسيق بين البرازيل والولايات المتحدة في هذا الشأن؟ كيف تدار هذه العملية على المستوى العام؟ طبعا يعني بين الولايات المتحده الامريكيه والمكسيك، خصوصا بعد فوز اليسار في المكسيك، جرى هناك تفاهمات بين الدولتين، والمكسيك ساعدت كثيرا عبر اقامه الداتا يعني في عمليه وصول المهاجرين اليها عبر المطارات. لكن حين نتحدث عن دول امريكا اللاتينيه، نحن نتحدث عن منظومه مافياويه وفساد داخل بعض المؤسسات الامنيه وداخل عصابات تهريب المخدرات، وبالتالي فان الدول القائمه قد لا تستطيع أن يعني تنظم هذا الأمر أو أن تسيطر عليه، وبالتالي أعتقد أن الهجرة غير الشرعية ستستمر وقد تشهد تزايدا في الأيام نعم. المقبلة، على الرغم من الكثير من الإجراءات التي قد تتخذها بعض الدول التي تعاني أصلا من تحديات داخلية، يعني هي لا تسيطر على الأمور الداخلية، فكيف يمكن أن تسيطر على كل هذه الغابات الشاسعة وعلى المناطق الخارجة عن القانون الذي يستخدمها المهربون عادة؟ بالفعل قربتنا من الصورة بشكل ملفت. شكرا جزيلا لك الصحفي المختص في شؤون أمريكا اللاتينية علي فرحات من جنوب البرازيل. شباك هاشتاغ لليوم نرصد أبرز ما شغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مع مراسلنا في عمان ليث الجبور. ليث، أهلا وسهلا بك ومساء النور. بداية نبدأ بموجة الثلوج في الأردن التي يبدو أنها تسببت بأضرار على المستوى يعني بشكل عام. خبرنا عن هذه الأضرار وعن ردود الفعل.